تسأل عن حكم صيام رجب والخامس عشر من شهر شعبان وغير نعم، صيام ايش؟ عن رجب، صيام رجب نعم، والخامس عشر من شعبان وقيام ليلهما. كل هذا لا أصل له. بالنسبة للصيام رجب كغيره من الأيام، لا يختص بصوم ولا تختص لياليه بقيام. أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، لكنه لا يخص يوم الخامس عشر منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أكثر ما يصوم يعني في النفل شعبان. وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة النصف من شعبان لها تهجم خاص ويومها له صيام خاص، وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع السنة، فكل هذا ليس له أصل صحيح يعول عليه. نعم.